السلام عليكم طلاب الصف الثاني. اليوم عندنا الدرس الخامس وياكم سلسلة الدروس. موضوعنا اليوم هو متوازي الأضلاع والمعين وشبه المنحرف. موضوعنا اليوم هو متوازي الأضلاع والمعين وشبه كل هذا النين الأشكال مر عليكم بالسنين السابقة. أول شيء نأخذ المتوازي الأضلاع. إحنا عرفنا متوازي الأضلاع بالسنين السابقة هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متساويين. متوازي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين، يعني هذا الشكل A B C D متوازي الأضلاع. A B يوازي A D C و A D يوازي B C. هنا أكو بهذا على هذا الشكل أكو عندنا نظريات وخواص على المتوازي الأضلاع. راح نأخذ الخواص النظريات اللي مطبقيها عليها وثابتيها ثابتين صحتها. إذا أول شيء نجيك خواص متوازي الأضلاع. خواص متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين. قبل الخواص نجيك هذا الضلع الواصل المستقيم الواصل بين B و D والمستقيم الواصل بين D و C يسمون أقطار متوازي الأضلاع. أقطار متوازي الأضلاع. القطر هو في أي شكل مضلع أخذناه بالأول متوسط. القطر هو المستقيم الواصل بين اي راسين في مضلع غير متجاورين. اي بي غير اي بي ودي غير متجاورين. اي وسي غير متجاورين. يعني ما يصير هذا مو قطر. القطر بين راسين غير متجاورين. اذا بي دي قطر واي سي قطر. نجيك على خواص متوازي الاضلاع. اول خاصيه كل ضلعين متقابلين متساويين. كل ضلعين متقابلين احنا اخذناهم متوازيين. هنا راح نثبت انه هم عندنا اثبات بانه هم متساويين. اي بي يساوي دي سي واي دي يساوي لنا بي سي. اذا هذين الاضلاع هذه و هذه علامه اسمها و، يعني اشاره اخذناها تاخذوها بالمستقبل او اخذتوها على ادوات ربط بين جملتين. اذا A B يساوي لنا D C و A D يساوي لنا B C. هذه أول خاصية. الخاصية الثانية كل زاويتين متقابلتين، هذه A و C وال B وال D كل زاويتين متقابلتين متساويتين. كل زاويتين متقابلتين متساويتين. قياس زاوية A يساوي لنا قياس زاوية C وقياس زاوية B يساوي لنا قياس زاوية D. إذا كل زاويتين بي متقابلتين متساويتين. الخاصية الثالثة كل زاويتين متتاليتين، يعني أي و بي متتالية واحدة وراء النقطة جي. بي و سي متتالية، سي و دي متتالية، دي و أي متتالية، تسمى زاويتان متكاملتان متتامتان. تسمى زاويتان متتامتان العفو متكاملتان قياسهما يساوي لنا 180 درجة. تسمى زاوية كل زاويتين متتاليتين تسمى زاويتين متكاملتين قياسهما يساوي لنا مجموع قياسهم يساوي 180. يعني قياس زاوية A زائدا قياس زاوية B يساوي لنا 180 درجة. قياس زاوية B زائدا قياس زاوية C يساوي لنا 180 درجة. قياس زاوية C زائدا قياس زاوية D يساوي لنا 180 درجة. قياس زاوية D زائدا قياس زاوية A يساوي لنا 180 درجة. هاي الخاصية الثالثة. الخاصية الرابعة قطرا متوازي الأضلاع يلتقي بنقطة يتناصفان متناصفان، يعني هذا الـ AC ينصف BD والـ BD ينصف AC. يعني عندنا AE يساوي لنا EC وBE يساوي لنا ED. يعني هذا الضلع يساوي لنا هذا الضلع وهذا الضلع هذا النصف يساوي لنا هذا النصف. إذا قطرا متوازي الأضلاع متناصفان. قطرا متوازي الأضلاع متناصفان. الخاصية الخامسة كل مثلثين نشوفهم متطابقين، يعني مثلث A B C ينطبق على المثلث A C D. المثلث A B D ينطبق على المثلث B D C. المثلث A E B ينطبق على المثلث E C D. والمثلث B A B E C ينطبق على المثلث E
AED. إذن هذا المثلث ينطبق على هذا المثلث، وهذا المثلث ينطبق على هذا المثلث، وهذا المثلث ينطبق على هذا المثلث، وهذا المثلث ينطبق على هذا المثلث. هاي خواص متوازي الأضلاع. هاي خواص متوازي الأضلاع. الإذن بشكل سريع، كل ضلعين بي متقابلين متساويين، يعني A B يساوينا D C و B C يساوينا A D. كل زاويتين متقابلتين متساويتين، زاوية A تساوي زاوية C، زاوية B تساوي زاوية D. قطران متوازي أضلاع متناصفان، يعني A B E B يساوينا E D و A E يساوينا E C. والمثلثات متطابقة، كل مثلثين متطابقين، مثلث A B D ينطبق على مثلث D B C، و A C B ينطبق على مثلث A C D، والمثلث A D A E B ينطبق على مثلث D E C، والمثلث B E C ينطبق على مثلث A E D. هاي خواص كل زاويتين متتاليتين مجموعهم 180 درجة. هاي زاوية A زائد زاوية B يساوي 180 درجة، زاوية B زائد زاوية C يساوي، وهكذا كل زاويتين متتاليتين متساويتين. ناخذ مثال عليها حتى نحل حتى نفتح الموضوع أكثر. قول استعمل خصائص متوازي الأضلاع لإيجاد قياس زاوية C. هاي زاوية C وهاي زاوية B وهذه زاوية D وهذا A. قياس زاوية C 2X زائدا 5، قياس زاوية D 4X ناقص 35، وطول AC 8Y ناقص 16، 8Y ناقص 16، وطول BA 5y زائد 2، 5y زائد 2. قل جبت قياس زاوية C وزاوية D بالدرجات، وطول كل من الضلع AB والضلع DC بالسنتيمترات من الشكل المجاور. إذا عندنا من الشكل قياس زاوية C زائد قياس زاوية D شي يساوي لنا؟ متتاليتين ذنين، زاويتين متتاليتين، قياس زاوية C زائدا قياس زاوية D يساوي لنا 180 درجة متكاملتان. هاي السبب ماذا؟ لازم نكتب السبب حتى نعرف هذا، حتى يعرف المقابل اللي تكتب له المصحح يعرف شنو انت كاتب، انت فاهم الموضوع. نجي نعوض عن قياس زاوية C عن قياس زاوية D بما يساويها. هاي C وهاي D. C هي 2X زائدا 5، وال D هي زائدا 4X ناقصا 35. ما أقدر أخلي أقواس لأنه الإشارة موجبة، لو إشارة سالبة كان خلينا أقواس، يساوي لنا 180 درجة حسب التعريف أو النظرية أو الخواص. إذن نجيك عندي 2X وعندي 4X نجمعها، 2X زائد 4X يساوي 6X. الخمسة وهي 35 إشارتهم مختلفة، ناخذ إشارة الكبير نطرحها، 35 ناقص 5 ويساوي لنا 30، يساوي لنا 180 درجة. ننقل 30 إلى الجهة الثانية، 6X يساوي لنا 180 زائد 30 ويساوي لنا 210، 210. إذن راح أتخلص من الستة، 6X يساوي لنا 210. أتخلص من الستة إكس، بقسم على طرفي المعادلة على ستة، هاي تروح هاي تروح، هنا بيا واحد بيا واحد، وهنا على ستة بيا واحد على ستة بيها 21 بيا ثلاثة، ويبقى ثلاثة تصير 30 بيها 5. إذن X تساوي لنا 35.
اكس تساوي لنا 35. نجيك نعوض هنا عن الاكس حتى نوجد قياس زاويه سي. قياس زاويه سي يساوي لنا 2 اكس زائد 5. 2 اكس زائد 5 ويساوي لنا 2 في 35 زائد 5. اذا قياس زاويه سي يساوي لنا 2 في 35 70، 2 في 5 10، 2 في 3 6 1 لين 7 زائد 5. اذا قياس زاويه سي يساوي لنا 75 درجة. قياس زاوية دي، قياس زاوية دي تساوي 4x ناقص 35. 4x ناقصا 35. x احنا وجدنا قيمته شقد؟ 35. إذن قياس زاوية دي نعوض 35 بالx في 35 ناقص 35 ويساوي لنا 4 في 5 20، 4 في 3 12 و 2 14 ناقص 35 ويساوي لنا 105 درجة. إذا قياس زاوية D يساوي لنا 105 درجة. لو نجيك نجمعهن، قياس زاوية D زائد قياس زاوية سي 105 زائد 75 يساوي لنا 180. نجيك نوجد طول الضلع. احنا عندنا بالخواص كل ضلعين متقابلين متساوي، يعني بي اي يساوي لنا سي دي. اذا بي اي شو يساوي لنا؟ سي دي حسب الخواص، حسب الخواص او نكتب عليها خواص متوازي الأضلاع. إذن 5y زائد 2 يساوي لنا 8y زائد ناقصا 16. 8y ناقصا 16. ننقل الوايات يم الوايات، وحسب ما علمتكم حاول انه طالما اثنيناتهم اشاره موجبه ننقل الصغير يم الكبير حتى يصير اشاره سالبه. اذا ننقل ال 5 واي يم ال 8 واي، تصير 2 يساوي لنا 8 واي ناقص 5 واي اشاره موجب يصير ناقص، ناقص 16. نطرح 8 واي ناقص 5 واي، نطرح المعاملات 8 ناقص 5 3 يساوي لنا 2، 3 واي ناقص 16. ننقل 16 بهالصفحة، إذن واي 3 واي 16 ننقلين من 2 شو يصير سالب يصير موجب، 2 زائد 16 إذن 3 واي يساوي لنا 18. نتخلص من 3 قسم طرفي المعادلة على 3 نابية 1 نابية 6، إذن واي شو يساوي لنا؟ 6. واي يساوي لنا 6. نجيك نعوضها هنايا طول اي بي، اي بي يساوي 5 في 6 زائد 2، 5 واي زائد 2 ويساوي لنا 5 في 6 زائد 2. اذا اي بي يساوي لنا 5 في 36 زائد 2 32 سنتيمتر ويساوي لنا سي دي، ويساوي لنا سي دي وهو المطلوب. اذا من الشكل وجدنا هذا قياس الزاويه، كل زاويه من الزوايا قياس زاويه بي يساوي زاويه دي، قياس زاويه اي يساوي قياس زاويه سي. اذا كل زاويه من الزوايا وجدناها، وقياس طول الضلع هذا طول الضلع طول اي بي وطول دي سي. مثل ما عرفنا خواص متوازي الاضلاع ونظرياته، هسه نتعرف على المعين ونظرياته. المعين
تعريفه من السابق هو متوازي الله في ضلعان متجاوران متساويان. المعين هو متوازي الله يعني كل ضلعين متقابلين متوازين ومتساوين، بس هنا ضلعين متجاورين متساوين، بضلعين متجاورين متساوين. إذا النظريات والخواص مالته قطراء المعين هذين القطرين A B C D، نستعمل الأحرف مالته، ما حاطين أحرف بالكتاب، إحنا نخلي أحرف A B C D هذا المعين، B قطرين A C عمودي على B D، يعني هاي الزاوية تتشكل الزوايا المركزية مالته كل زاوية منها 90 درجة. إذا قطران المعين متعامدان. اثنين قطران المعين ينصف زاويتين عند طرفين، كل قطر من المعين ينصف الزاويتين، يعني اي سي ينصف زاوية اي، يعني هاي الزاوية تساوي هاي الزاوية وهاي الزاوية تساوي هاي الزاوية، وكذلك هذا الاي البي دي ينصف زاوية بي والنصف زاوية دي، يعني هاي النصف يساوي لنا هذا النصف وهذا النصف يساوي لنا هذا النصف، وهذا ال H هذا ارتفاع المعين، الارتفاع المعين من الرأس ننزل ضلع عمودي على الضلع المقابل إلى الرأس، أما ننزل من B إلى L إلى أي على AD أو ننزل من B على DC أو أي من أي نقطة، المهم مستقيم يكون عمودي على بين مستقيمين متوازي. إذا مساحة المعين عندنا شكلين لمساحة المعين، قانونين لمساحة المعين. القانون الأول طول القاعدة في الارتفاع، طول القاعدة في الارتفاع نفس قانون متوازي الأضلاع، نفس قانون متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع أيضا طول القاعدة في الارتفاع. وقانون ثاني حاصل نصف حاصل ضرب قطريه، نصف حاصل ضرب قطريه، يعني نصف AC في BD، نصف في AC في BD. محيط المعين يساوي 4 في طول الضلع، 4 في طول الضلع نفس قانون المربع، نفس قانون المربع. ناخذ مثال، نقول مثال استعمل الخصائص والنظريات لإيجاد طول المعين ومحيطه. مطينا معين ABCD، طول AB جد 3X زائد 7 وطول AD 5x ناقص 17. احنا نعرف من خواص المعين كل فيه ضلعان متجاوران فيهم متساويان. اذا اي بي يساوي لنا، عندنا الحل نقول اي بي يساوي لنا اي دي خواص المعين، خواص المعين. اذا اي بي قد طوله 3x زائد 7 يساوي لنا اي دي قد طوله 5 اكس ناقص 17، 5 اكس ناقص 17. شو حل هذه المساله المتوازيه الاضلاع؟ بنفس الطريقه نحل هذه المساله، مساله معادله من الدرجه الاولى بها مجهول واحد اللي هو اكس، معادله من الدرجه الاولى بها مجهول واحد اللي هو اكس، ننقل الاكس يم الاكس، الثلاثيات الموجبات ننقل الصغير يم الكبير، راح تبقى السبعه بمكانها، يساوي لنا 5x 3x موجبة راح تصير سالبة ناقصا 3x ناقصا 17، 5x ناقص 3x 2x، إذا 7 يساوي لنا 2x ناقصا 17، ننقل 17 إلى يم 7 يصير 2x يساوي لنا 17 العفو 7 زائدا 17 ويساوي لنا 4 وعشرين، 7 زائد 7 14، 4 1 باليد، 1 و 1 2 24. إذا عندي 2 إكس تساوي لنا 24، 2 إكس يساوي لنا 24. نتخلص من الاثنين المعامل مال إكس، نقسم على 2 طرفي المعادلة، 2 يروح منها ويا 2 منها، 2 بها 1، 2 بها جد 12، إذا إكس يساوي لنا 12. إذا x يساوي لنا 12. طول AB اللي يساوي لنا طول AD، طول AB يساوي لنا
3 اكس زائد 7 نعوض ان اكس بما يساويها ويساوي لنا 3 في 12 زائد 7 ويساوي لنا اذا اي دي 3 في 12 36 3 في 2 6 3 في 1 3 زائد 7 ويساوي لنا نجمعهم 6 زائد 7 13 3 1 باليد و1 من 3 4 ما كاتب وحدات إذن هاي وحدة طول وحدة طول هاي وحدة طول ويساوي لنا وحدة طول إذن و أي بي يساوي دي أي دي أيضا أي دي أيضا يساوي لنا 43 نجيك المحيط المحيط شلون نلقاه المحيط يساوي لنا 4 حسب القانون بي يساوي لنا 4 ال هذا يساوي لنا ال اذا 4 ال ويساوي لنا 4 في 43 طول مستقيم طول اي مستقيم من المستقيمات المعين اذا 4 في 43 نضرب ضربه اعتيادي بي يساوي لنا 4 في 3 12 4 في 4 16 1 17 172 وحده طول طول المحيط وهما هذا بالمعين بقى عندنا شبه المنحرف الجزء الثالث من الموضوع دي هو شبه المنحرف الجزء الثالث هو شبه المنحرف خدنا متوازي الاضلاع والمعين وهسه ناخذ شبه المنحرف شبه المنحرف هو شكل رباعي شكل رباعي فيه ضلعين متقابلين متوازيين فيه ضلعين متقابلين يعني هذه وهذه ضلع متقابلين متوازيين يسميان قاعدتي المعين يسميان قاعدتي المعين وفيه ضلعان ذني ضلعين يسميان ساقي المعين ساقي العفو يسميان قاعدتي شبه المنحرف وهذني ضلعين يسميان ساقي شبه المنحرف ساقي شبه المنحرف عندنا ثلاث انواع من شبه المنحرف عندنا شبه المنحرف اضلاعها كلها مختلفه اي وبي وهذا سي وهاي دي وعندنا معين بي الضلعين الغير متوازيين شبيهم متساويين في الطول نسميه معين متساوي الساقين نسميه معين متساوي الساقين وعندنا معين ثالث بزاوية قائمة بزاوية قائمة يسمى معين شبه منحرف العفو شبه منحرف شبه منحرف متساوي الساقين وهذا شبه منحرف قائم الزاوية شبه منحرف قائم الزاوية شبه المنحرف عندنا بي الخواص مالته مختلف الاضلاع متساوي الساقين ثلاث انواع من عنده مختلف الاضلاع متساوي الساقين وقائم الزاويه مساحته تساوي مجموع طول القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع مجموع القاعدتين المتوازيتين وهذا الضلع القائم هو نفس الارتفاع اذا مجموع القاعدتين قاعدة العليا زائد القاعدة السفلى على 2 في الارتفاع محيط شبه المنحرف يساوي لنا مجموع أطوال أضلاعه الأربعة مجموع أطوال أضلاعه الأربعة ناخذ مثال قل جد مساحة شبه المنحرف الذي طول قاعدته قد بنطينا اياها 12 سم طول قاعدتين واحدة منها 12 سم والأخرى 8 سم وارتفاعها 5 سم رأسا نكتب القانون هنا رأسا نكتب القانون مساحة شبه المنحرف أي يساوي لنا أي زائدا بي على 2 في إتش الأي قد يساوي لنا 8 والبي يساوي لنا 12 والسي الإتش عفو يساوي لنا 4 نقدر نكتب هنا بالمسودة حتى تصير سهلة علينا راح نجيك نعوض كل شيء بمكانه إذا أي تساوي لنا 8 زائدا
12 تقسيم 2 في 4. نقدر نختصر رأس هاي 2 وهاي 4 ينضرب على 2 1 على 2 بها 2، نجمع ذني 8 زائدا 12 ويساوي لنا اي تساوي لنا 8 زائدا 12 نجمعها يصير 20 في 2، 20 في 2 ويساوي لنا 40 سنتيمتر مربع، 40 سنتيمتر مربع يعني وحدات مساحه، 40 سنتيمتر مربع. زين عندنا يقول جد محيط شبه المنحرف، مثال اخر، جد محيط شبه المنحرف متساوي الساقين، شوفوا هنا يقول متساوي الساقين، يعني ذن الضلعين اللي غير متوازيات شبيهم متساويات بالطول. طول كل منهم قد 8 سنتيمتر، يعني السي قد راح يساوي لنا 8 سنتيمتر. الاي قد طول القاعدتين، القاعدة الأولى 5، الاي راح يصير 5، والبي قد 10. البي يساوي لنا 10، الدي قد هنا نفس السي، نفس السي. شوف هذا متساوي ساقين، ناسي وناسي خالكم. لان هذا متساوي الساقين، اذا راح نخلي السي مرتين بالقانون، اذا بي تساوي لنا محيط شبه المنحرف يساوي لنا اي زائد بي زائد سي زائد سي بمكان دي، لانه ضلعين متساويين، اذا ويساوي لنا اي 5 زائد بي 10 زائد سي 8 زائد 8 ويساوي لنا 5 زائد 10 15 زائد 8 او نجمع يعني 5 زائد 0 5 زائد 8 13 زائد 8 21 1 2 باليد 1 و 2 باليد 3 31 سنتيمتر محيط المعين. هذا كل ما بالموضوع. اذا عندنا 3 اشكال متوازي اضلاع ومعين وشبه المنحرف، متوازي اضلاع ومعين وشبه المنحرف. هاي الخواص اطلبها منكم تحفظوها واسئلكم بيها، وكذلك اريد منكم تمارين تاكد من فهمك تحلوها، 7 تمارين. وعدي بعدين وراها من نكمل حل 7 تمارين نحل التمارين البقيه مال تدريب وحل تمرينات. وشكرا طلاب.